صباح الانوار. اهلا وسهلا دكتور. بدايه لو حضرتك توضح لنا ابعاد حاله الانقسام اللي احنا شايفينها وظهرت جليا داخل الاروقه السياسيه والبرلمانيه البريطانيه وكمان الامريكيه. فعلا بدانا نرى خاصه في الولايات المتحده، بدانا نرى مظاهر لخلافات عميقه بدات تبرز بعد حوالي اسبوعين او ثلاثه من الحرب التي تشهدها غزة، وقد تصاعدت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث قامت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية بإيصال أو بانتقادات قاسية لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس. وجاء ذلك طبعا نشرته صحيفة بوليتيكو، نشرته صحيفة أكسيوس، وأيضا تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام الأخرى. وكانت الرسالة، كان هناك رسالتان، الأولى جاءت من مجموعة من حوالي 100 شخص في موظف في وزارة الخارجية، والثانية يقال أنها حصلت على التوقيع 400 شخص، وكانتا متقاربتان إلى حد ما. ولكن الرسالة الثانية ركزت على أن هناك فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بايدن وإدارته تجاه أزمة الشرق الأوسط، وحذر هؤلاء من أن استمرار هذه السياسة سيكون له تداعيات سلبية جدا على سمعة الولايات المتحدة، على مصداقيتها، وعلى علاقاتها حتى وعلى مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم. احتوت المذكرة على طلبين رئيسيين، الأول أن تدعم الولايات المتحدة فورا وقف إطلاق النار، صحيح، وأن توازن بين الرسائل الخاصة والرسائل العامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك أنه كان هناك انتقادات لإسرائيل بين بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين، وقالوا الذين قالوا بأن التكتيكات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل ستضهق ضرر كبير بإسرائيل وحتى بالولايات المتحدة. الثانية هي أن معاملة الطريقة التي أيضا تعاملت بها إسرائيل مع الفلسطينيين والدعم الأمريكي لذلك سيكون له أيضا تداعيات سلبية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بس في العالم. ويقول هؤلاء أن هناك رسائل بدأت تأتي من السفارات الأمريكية في مناطق مختلفة في أفريقيا، في الشرق الأوسط، في آسيا، التي تنتقد الإدارة. طيب إذا انتقلنا دكتور إدموند، إذا انتقلنا دكتور إدموند، الأخرى هي أن المجموعة الثانية ركزت على شيء آخر، وهو أمر يتعلق بالبعد الداخلي الإسرائيلي، وهو أنه عندما تدعم الحكومة الإسرائيلية عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط وغير العادي للقوة ضد الفلسطينيين، فيجب على الولايات المتحدة وعلى الإدارة وعلى الرئيس وعلى وزير الخارجية أن يعلنوا بأن هذا يتعارض مع قيمنا كأمريكيين، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في هذا التصرف دون محاسبة أو عقاب إلى حد ما.